السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم على جديد في قناتي وقناتكم عالم أميتكم تنوعة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم إن شاء الله رجعت المركب السكني دلال، أنتم كما كتشاهدوا معايا المتراج عندهم من 54 متر، شقق من غرفتين، مساحة خضراء بلس قروض بنكية مضمونة. هو هذا غيكون فيه تكافؤ. راني ديجا كنت نزل لكم فيديو في جميع التفاصيل، راه نزلته تقريبا هادي عام. كان هنايا هاد الجهه هنا الشطر الاول كان باقي ما تبناش، هو دابا تبارك الله راه تبنى، كنظن غيسلموه في الصيف المعجي ان شاء الله. وكاين هذا هنايا كانوا باقي ما داروا لا اساس لا والو، المهم الناس راه خدامين دايمين الساس، دايمين بزاف الحوايج. هادي هاد الفيديو هذا درته خصيصا لواحد السيده على ما اعتقد عايشه على برا، قالت لي بغيت واش نزعم نشري في مجمع دلال. هذا هو مجمع دلال، هو هذا هاد الطريق، هادي هو الطريق الشي عنده شارع رئيسي من لهنا، والشارع الرئيسي هو داك اللي لهيه. هذا كيهبط كيهبط المجمع الحسني، وهاد الطريق هادي كتدي المحطه الطرقيه الجديده، سوق الجمله وكل شيء. يعني كما قالت لي هي، قالت لي سولاتني، قالت لي الله يجزيك بالخير، واش هذا الموقع ممتاز، واش يستاهل نعطي عليه ديك 10 مليون ولا 14 مليون؟ المهم دنوار الحمد لله الموقع هذا، الموقع مزيان، ما تخافي منه حتى شي حاجه، عنده مستقبل هذا، لان ان شاء الله استراتيجينا يعني على الطريق وقريبه المحطه. يعني طلعت انا بغات تكريها تكريها، بغات ديرها استثمار، دير استثمار عندها قيمه اصلا. العماره غيكون في لاكاب ديالها عندها سوسول، عندها سوسول بعد هذاك عاد فوق منه الكارفور، غادي يكون عنده السوق كارفور، فغادي يكون مزيان. يعني حتى الا بغيتي تشريها اختي ودوز دوزي واحد المده ديال 50 تتحيدي داك الضايبه ديال 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 الدوله، يمكن لك هذه ديك الساعه تبيعيها. هذا سكن اقتصادي. شنو هي؟ شنو هي داخل هذا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. علاه ما يمكنش واش هذا الموقع ديال السكن الاقتصادي؟ واش هذا غادي يكون 25 مليون؟ هذا الاول لا 25 مليون في الوراق، حتى حتى هي حنا هضرنا على الوراق. احنا باقيين كنهضروا عليها 25 في الوراق، ومن بعد دابا المشكلة أن كي 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 ومن بعد غتاخذ على ما أعتقد وقيلا 37 مليون. الطعم كياكلوا الطعم وكيخربوا مشاكل، كيعملوا مشاكل الراس. ولكن كيقول لك راه فيه 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 الفينيسيون ماشي ديال السكن الاقتصادي. يلا حنا كنتناقشوا، يلا الله يجزيك. المشكلة ماشي ها هي الفينيسيون فيه مزيانة. يلا ولكن راه ديك الفينيسيون اللي كاينة ما كايناش في الأوراق. لأن إلا بغيت نبيع كتبيع ب 25 مليون سكن اقتصادي. وكتبقى في الوراق سكن اقتصادي ما كاين لا هو واخا يكتب لك لا اوت ستاندينغ ولا ماي ستاندينغ واخا عدل لك بالذهب تما كتبقى سكن اقتصادي وخلصتيها ب 25 مليون. النهار اللي غادي تبغي تبيع الا ما بغاش يشاري يعمل لك 25 مليون لان غادي يطلب له اكثر لان خسرتي عليها اكثر وصرفتي عليها اكثر وعاد لك يصلح عاد لك يصلح عاد الاصلاحات من بعد الا وصلت لك 40 ولا 50 مليون كيف يعقل انك خصك تعمل 25 مليون؟ يعني انا هنا كنقول لهم بالنسبه للناس اللي غيباغيين يسكنوا يسكنوا ديما ديفينيتيف، شوف ما غينوي يبيع ولا ولا يكريها ماشي مشكل، ولكن ما ينوي يبيع ما ينوي يدير والو، ولكن اللي واخذها كاساس استثمار البيع باش ياخذها ودوز واحد 50 6 سنين البيع، كنصحكم تاخذوا دي ميزون ديال دوزيام ديجا ساكنين فيهم الناس وديجا ساكنين فيهم الناس، وما تاخذهمش بواحد المونطون في النوار كبير بزاف. الا كانت 4 مليون تحت الطبله ولا 5 كاع حتى 6 بنادم يقدر اكسبتا. واخا انا كما كتعرفوا المبدا ديالي جو سوي كونتر 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 كونتر، لا انصح لا انصح لا لا انصح. هذا غيوجد واقيلا في هذا في الاخر ديال 2023 ولا الديبي ديال 2024. هي دابا قالت لي واش الموقع مزيان. اختي الا غتاخذيها كاساس سكن رئيسي ديالك غتجي فيه في مره في العطله المغرب، اولا كنتي هنا في المغرب شي مدينه اخرى تاخذيه، مرحبا والف مرحبا. غتكون عماره مزيانه فيها السوق لتحت محروسه، غتبغي تكريها كريها ماشي مشكل، فيها الامان، غادي يكون كل شيء صراحه. الموقع ديالها مزيان، موقع مزيان، ولكن شي حاجه اخرى باش تقول لي بغيت نديرها كاستثمار. ها هي بعد 2000 شي حاجه انا ما ها هي هنايا هانتيو كما كتشوف كما كتشوفوا ها الصالون ها لا كويزين ايكيبي شفتوها معايا ها البروميير شامبر ها الدوزيام شامبر. شنو قلتي احمد؟ شنو قلتي السي احمد شنو قلتي؟ قلت انا عندي تحفظ عندي تحفظ في عمليه الشراء اللي كتكون فيها حاجه شويه باش نسمع الصوت ديالك لان هذا شويه عندي تحفظ عندي تحفظ على المشرى
في العمارات او في السكن اللي فيه النوار بزاف بصفة عامة. انا كنتمنى بكل واحد قبل ما يشري يراجع نفسه ويحسبها، لان الا مشى يبيعها راه ربما حاليا الا وقعت له ظروف العائله كبرات جا شي زيق واحد اخر بغى يجي بغى يشري مطبخ بغى يتسع حاليا راه يقدر يجبر الشاري، لان كاينه هاد الـ هاد الـ هاد القاعده او هاد العاده كرجعت معروفه رجعت عاديه، ولكن راه الوقت كيتغير غدا يرجع الطلب قلال. كل يوم السوق على كل على كل يوم المشروع اللي كاين ما بين بوقنادل والباط ديال جوهرات البحر بوقنادل 25 مليون عباد الله، ديكلاراسيون 25 مليون كتخلصي 25 مليون 3 شومبر 3 د البيوتة، وشنو فيهم من 2 كاين 72 متر وكاين 73 متر وكاين 74 متر. اللهم ان هذا منكر. شنو كيميز ديك وتا ديك البلاصه كتقرب للبحر 5 دقائق حتى في البحر على رجلك، مالنا حنا هنا في طنجة التي هي واحد المشروع واحد اخر هنايا تيديروا العلامات، وهذيك النهار كانوا دايرينهم وزولوهم تنصوروا لكم ان شاء الله. حنا كنقولوا راه الوقت كيتغير، دابا الا كان الطلب كثير اكثر من العرض اكثر من العرض وعاملين فينا هذا الشيء فنستاهلوا. المشكله ان الا دخل ودخل السكن ووقع العرض اكثر من الطلب راه غتغير الفكره وغيطيح العقار. ملي غيولي السكن موجود وتختار فيما بغيتي وكذا وكذا غادي تجبر، غادي يولي العاده غتغير، غيولي بنادم يختار وغيبدا يقلب على النوار ما يكونش. ديك الساعه واخا غتبغي تبيعها ما غاديش يبغي يشريها منك حتى شي واحد، لان كلشي كيبيع بكل شيء في الوراق، وهذا هو الخوف ديالنا. ماشي دابا، دابا راه ممكن انك تمشي تبيع غتجبر اللي غيشري منك بنفس الطريقه، لان كلشي كيدور وهذه هي الكلمه اللي شائعه وعجباهم حتى هما كيمشيو. ولكن غا واحد الله يجازيك بالخير واحد الحاجه بغيت نسولك عليها، شحال هادي واش في طنجه الديور ديال شحال هادي اقتصاديين بحال ديال هذاك اللي قدامنا سميتو تعلال اي تعلال والناس اللي قدامين، واش كانوا كيبنيو هاد القفوزه ديال دابا اللي كيتبناو داخلنا عليك بالله؟ دابا شنو نقول لك، هو دابا في الاول هي في الاول كان كيتحترم الدفتر التحملات اللي عطاته الدوله. اها شحال المتراج كان؟ ولكن هو المتراج كيبدا من 50 60 متر وانتينا طالع حتى ل 75 متر كنظن ولا 80 متر، لان كانت واصله حتى 180 متر هذو اللي عندنا تما. ودوك شويه 80 والصغيره ما طايحاش على 70 متر. اييه ولكن واخا فيهم واخا كيكون النوار ما كيكونش بزاف. المشكلة أن مع مرور الأيام بداو كيستغلوا الثغرات اللي في دفتر التحملات وبداو كيخرجوا على الطريق وبداو كيعملوا ما بغاو، كيزيدوا في الحتمينة في النوار طبعا ماشي في الوراق، وكيسميوها أنهم عملوا الزلج مزيان، عملوا لك الفصالة مزيانة، عملوا لك بيطين بطريقة ما عرفت كيفاش. خيال خيال صايبين هادو مسائل. انا بالنسبه لي كيقول لك لا والا الا عملناها لك اقتصاديه بحال اللي كاينين في دفتر التحملات غنبيطوا لك تبيط عادي ونعطيوك هذيك عاديه، غتدخل غتخسر عليها 8 مليون 7 مليون، هي هذيك حنا خسرناها عليك وعدلناها عطيناها لك، ولكن ماشي بهذيك الطريقه. لان انا كنتسنى كتسمى شريت الدار بداك الثمن. ايوا اخر ما نقولوا اخر ما نقولوا شنو هي بنادم يفكر. مهم انا كنقول الانسان يفكر بزاف قبل ما يشري، لانه ويحاول يقلب مره ومرتين وثلاثه، الا جبر شي حاجه فين ينزل فلوسه كاملين في الوراق ما احسنه، وهذه هي الفكره ديالو. وتكون واجده باش يقلب على الواجده. يقلب على الواجد ويقلب فين يعطي فلوسه كاملين، صافي هذا هو اللي المفهوم. المهم كنتمنى ان نكونوا ما طولناش عليكم، شكرا لكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله، ما تنساوناش باللايك وبالبارطاج، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.